أهلا بكم في كورس بايثون. بايثون من أسهل لغات البرمجة في التعلم، ومع ذلك هي لغة برمجية قوية جدا وتنمو باستمرار خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث أن هذه اللغة أصبح لها استخدام كبير جدا مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليل البيانات، وكذلك تطوير المواقع والتطبيقات، حيث أن الشركات الكبيرة والعالمية تستخدم لغة بايثون مثل شركة جوجل. طبعا شركة جوجل تستخدم لغة بايثون في محركات البحث كالسيرش انجن، وكذلك في تحليل البيانات والروبوتات الحوسبية. طبعا مخترع لغة بايثون غويدو فان روسن يعمل مع شركة جوجل منذ 2005 وحتى 2011، إلى أن خرج من شركة جوجل ودخل مع شركة دروب بوكس اللي راح نتكلم عليها لاحقا، شركة فيسبوك، واللي طبعا إحدى تطبيقات فيسبوك هو إنستغرام، والمبني بالكامل على لغة بايثون باستخدام فريمورك جانجو. كذلك فيسبوك تستخدم بايثون في تحليل البيانات والذكاء الصناعي في الإعلانات. شركة أوبر، طبعا شركة أوبر شهيرة للتوصيل التاكسي، توصيل السيارات. طبعا تطبيق شركة أوبر تم تطويره باستخدام لغة بايثون عن طريق مكتبات عديدة مثل النمباي والباي تورج. طبعا هذه هي المكتبات تستخدم في التطبيقات الضخمة. أيضا من الشركات العملاقة اللي تستخدم لغة بايثون هي شركة نتفليكس. نتفليكس تستخدم بايثون في تطبيقاتها طبعا من ناحية تحليل البيانات والذكاء الصناعي لكي يقترح التطبيق على المشاهد مسلسلات وأفلام تلائم ذوقه. أيضا شركة دروب بوكس، طبعا شركة دروب بوكس عبارة عن موقع لتخزين البيانات السحابية مثل جوجل درايف. وطبعا الملفت بالموضوع أن شركة دروب بوكس قدرت أنه تكبر مستخدميها من 2000 إلى 200 مليون مستخدم. طبعا الزيادة مهولة جدا من خلال انه التطبيق احترافي جدا، وكذلك البرمجة نظيفة ونقية وسريعة. للعلم ايضا انه في عام 2012 مخترع لغة بايثون غويدو فان روسن بعد ان خرج من شركة جوجل تم توظيفه في شركة دروب بوكس ليقوم بالبرمجة باستخدام بايثون. ايضا من المواقع القوية اللي تستخدم لغة بايثون موقع كورة وموقع ريدت. طبعا موقع ريدت هي عبارة عن منصة ضخمة متخصصة في طرح الأسئلة والإجابة عليها في جميع المجالات، حيث أن هذا الموقع سجل في شهر العاشر عام 2022 أكثر من 1.5 مليار زيارة خلال شهر واحد. طبعا 1.5 مليار زيارة عدد مهول جدا، ولا يمكن أي موقع عادي أنه ممكن يستحمل هذا العدد من الزيارات لولا أن هذا الموقع عملاق وقوي. وطبعا هذا الدليل على أن لغة بايثون هي لغة قوية جدا في تطوير المواقع والتطبيقات. أيضا موقع سبوتيفاي اللي هو منصة مشاركة الميوزك طبعا أيضا يستخدم في الذكاء الصناعي وتحليل البيانات، يستخدم أيضا لغة بايثون. طبعا الكثير من المواقع الأخرى تستخدم لغة بايثون بقوة لما تمتلكه هذه اللغة من مكتبات عظيمة جدا في جميع المجالات. إن شاء الله راح نخوض بكورس مبسط يشرح أهم العناصر اللي ممكن نتمكن من خلالها أنه نتعامل مع لغة بايثون، مثل المتغيرات والمصفوفات والدوال، وطبعا الجمل الشرطية، والكثير من الأوامر اللي راح نتعلمها خلال هذا الكورس. استعدوا جيدا وانتظرونا في المحاضرة القادمة.